أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مضي مصر قدما بكل قوتها لتعزيز الشراكة مع ألمانيا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولف شولتز في برلين، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الشركة الألمانية منخرطة في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مصر. لقد شهدت السنوات الماضية نقلة نوعية حقيقية في الشراكة الثنائية بين مصر وألمانيا على كل الأصعدة. وكما أكدت للمستشار شولتز اليوم، فإن مصر ملتزمة بالمضي قدما بكل قوة على طريق تعزيز وتعميق الشراكة التقليدية بين بلدينا وشعبينا، خاصة مع احتفالنا خلال العام الجاري بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الألمانية. السادة الحضور، لقد أعربت للمستشار شولتز اليوم عن تقدير مصر البالغ للتعاون الاقتصادي والتنموي القائم مع ألمانيا، والذي يشهد منذ سنوات مشاركة ألمانية نشيطة في جهود التنمية المصرية وانخراطا قويا للشركات الألمانية العملاقة في تنفيذ مشروعات كبرى تساهم في تغيير وجه الحياة على أرض مصر من خلال إقامة بنية تحتية ضخمة وحديثة في العديد من القطاعات الحيوية.